السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من أمام يعني مقر جماعة أو بلدية ميدلت. حنا كما كتشوفوا معنا في الصورة يعني واحد التظاهرة ديال سكان حي لغشوة، والمطلب يعني الرئيسي ديالهم كما مكتوب هنا في اللافتة أنهم كيطالبوا يعني بتعبيد الطريق الرئيسي لأنهم كيتكرفصوا خصوصا في التساقطات المطرية أو الثلجية، وكذلك كيطالبوا يعني بتوفير خدمات النظافة. السلام عليكم.
السلام عليكم متابعي قناه شوف تيفي. كنتواجدوا من امام مقر بلديه مدينه ميدلت، وكما كتشوفوا يعني في التظاهره اولا هذه المظاهره ديال سكان حي الغشوه، وكما قلنا يعني في اللافته عندهم في الملفات المطلبيه انهم كيطالبوا بتعبيد الطريق وكذلك بالاستفاده من خدمات النظافه. نخليكم مع واحد من الساكنه باش يقدم لنا شروحات اكثر حول هذا الموضوع. السلام عليكم. السلام اخويا، كي دايره بس المباشر ديال قناه شوف تيفي. نعم اسيدي، توضح للمشاهد الكرام. مرحبا اخويا. مرحبا اخويا. شنو هو السبب اللي خلاكم انكم تظهروا هنايا وتوقفوا في هذه المسيره الاحتجاجيه؟ اخويا احنا ما عندنا لا الطريق لا والو، ما عندنا الزنقات لا البوطون لا والو. احنا كيمرض شي واحد كنهزو بالكاشات حتى يوصل للكودرون، كتجي عندنا غير الطاكسي كتبقى لك واحد 3 كيلومتر ولا 4 كيلومتر كتجي عندها باش توصلوا. حنا ما عندنا الطريق لا والو، بقينا الا حنا في المدينه يحسبونا في المدينه، في القرويه يحسبونا في القرويه. حنا راه كنخلصوا هذا ديالنا، كلشي كنخلصوا الضرائب، كنخلصوا كلشي، بقى عندنا الازبال، بقى عندنا كلشي، وكنخلصوا البلديه. والراي حنا دابا كنتوجهوا في المجلس البلدي، حتى الرئيس البلديه ما كاينش باش يستقبلنا باش نهضروا معاه. والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. عاش الملك، عاش الملك، الله ينصر سيدنا. هي الاول حنا سيدي في الحي ديال الغشوه ما عندنا حتى شي حاجه ديال النتيجه. شحال حنا ساكنين ما عندنا لا طريق لا البطن في الزناقي، لا الزبل ما كيتهزناش. كان الطاكسي كتر ولا هنا في السونتر 140 ريال 7 دراهم. حنا كنبغي ندو الطاكسي كيطلبوا لنا 500 600 ريال. علاش؟ الطريق ما كايناش. اغلبيه الا كاين الشتاء ولا الثلج كاع ما يجيو. حتى ب 10000 ريال ما يجيش الطريق. كتولي الطريق فاش كيطيح الشتاء عندكم تما ولا الثلج؟ كطيح الطريق، كطيح الشتاء، كتكون الغيش، كتكون البلاصه مغيسه، والدراري كيجيو للمدرسه كيضربوا في الطين حاجه حتى الركابين. الدراري كيجيو يقراو كيلبسوا لي بوط حتى يوصلوا للكودرون، عاد يحيدوا لي بوط ويلبسوا السبرديله. احنا سيدي مظلومين. حنا المطلوب ديالكم يا العمو؟ نعم سيدي. شنو كطلبوا يعني؟ كنطلبوا دابا الطريق يتصاوب بالكودرون ديالو، وكنطلبوا الزناقي يتدار لهم البطون كما داروا كاع المدينه كلها، وكنطلبوا الزبل يتهز علينا، راه محطوط لنا الزبل في مورا الديور. احنا مظلومين سيدي، وكنطلب من السلطه المحليه تشوف حالتنا. هذا هو الله ينصر سيدنا. نتمنى ان شاء الله الرساله توصل. شنو تهضر يا العمو؟ لا صافي. خويا كنطلبوا الطريق، هادشي اللي كنطلبوا. عرفتي ملي كيكون الغيث راه كنتمحنوا بزاف. الاكثريه الناس اللي كيقراو كيتمحنوا بزاف. دابا اللي لابس السبردينه راه ما كيوصل للقرايه حتى كيعمروا رجليه بالطين. المهم راه حنا متضرنين بزاف. الطريق عندكم فاش كطيح الثلج ولا الشتا؟ راه نيت المعاناه، راه الناس كيلبسوا صباط الميكا ولا لي بوط باش يمشيو للقرايه، كيمشيو حتى نص الطريق وكيلبسوا عاوتاني سبردينه ولا صباط ولا شي حاجه. عرفتي راه ملي كتكون الثلجه راه محنين بزاف. اكثريه الدراري الصغار، الدراري الصغار راه متمحنين بزاف. شنو كطلبوا انتم هنايا؟ اخويا كنطلبوا غير الطريق. الطريق وديك الكاميو ديال الزبل حاشاكم. راه عرفتي لو كان طلعتي لتما راه نيت لا حول ولا قوه الا بالله. كنطلبوا الطريق والطوموبيله ديال الزبل، هادشي اللي كنطلبوا. يعني اخواني ومتابعي قناه شوف تيفي كما شفتوا معنا في المباشر، انتم سمعتوا الملف المطلبي من الساكنه وعرفتوا يعني الملف المطلبي ديالهم ان يعني بشكل رئيسي كيطلبوا يعني بتعبيد ديال الطريق، لان كيشكل لهم واحد الارق وواحد المشكل كبير، خصوصا ان المنطقه تعرف واحد التساقطات الثلجيه وتساقطات مطريه كبيره، خصوصا بالنسبه للدراري الصغار المساكن اللي كيمشيو للمدارس ديالهم. والنقطه الثانيه هي متعلقه يعني بالنظافه، انهم كيطلبوا يعني بالشاحنه ديال النظافه انها تكون متوفره وتحيد عليهم ذاك المشكل ديال النظافه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله ينصر سيدنا. أنت مسكن ديال الغشوة؟ إيه نعم. حنا أخويا حنا أخويا حنا محرومين من الطريق، وولادنا نهار تكون الشتاء ولا يكون شي حاجة ما كاينقدوش نصيفطوا ولادنا يجيو للمدرسة، ما عندهم لا قدرون ولا والو، كيجيو في الغيوسات ما يقدوش يجيو حتى للمدرسة، وعندنا المريض ما كنلقاوش فين غادي نخرجوه. وهاد الناس هادو راه محرومين من شحال حاجة، الأزبال راه باقية في جناب الحيوط. وحنا كنخلصوا مدة 5 سنين هذه، حنا كلشي كنخلصوا. ايوا الطريق راه الناس محرومه في الطريق اكثر، هي كاع من كلشي. والله يجازيكم بخير. شكرا.
شكرا مرحبا. شي واحد اخر اللي بغا يهضر؟ السلام عليكم أسيدي، كنطلبوا منكم الطريق. حنا خمس سنين هذا البلدية ما استفدنا منها والو. خمس سنين كنخلصوا القادوس وكنخلصوا الزبل وكنهزوا حنا بيدينا. كنطلبوا منكم الطريق، كنطلبوا الطريق. إلا حنا محسوبين مع ميدالت والسونتر البلدية ديال ميدالت، تصوبنا غير الطريق. وهذا الشيء اللي كان الله يجزيكم بخير، حنا مضرورين من جهة الطريق. الطريق ما عندناش، ما كايناش الطريق، ما كايناش عندنا. شكرا الله يعاونك. يعني نعاود نذكر يعني بالنسبه للناس اللي عاد التحقوا بنا في هذا المباشر، ان كما قلت ساكنه حي الغشوه يعني بمدينه ميدلت، ان عندهم واحد الوقف احتجاجي هنا من امام يعني مقر المجلس البلدي بمدينه ميدلت، من اجل المطالبه يعني بتعبيد الطريق كما هو موضح يعني في اللافته هنايا. وثانيا يعني بمشكل ديال خدمات النظافه، انها حسب التعبير ديال الساكنه بان فاش كيكون يعني المنطقه كتعرف تساقطات ثلجيه ومطريه كما تنعرفوا كاملين، ان المنطقه معروفه بتساقطات الغزيره ديالها، انها كتشكل واحد الهاجس بالنسبه للاطفال الصغار، بالنسبه للمرتدين ديال المدارس. وكذلك كيقولوا بان مثلا الطاكسيات ما كيبغوش يدخلوا لهم الحومه ديالهم، نظرا يعني للمشكل ديال البنيه التحتيه ديال الطريق، لان دوك صحاب الطاكسيات كيتضروا لهم السيارات ديالهم. نكوني نكرفسي لجهتنا بريد بزاف، بدات تدن لواشون النار ضر لوض نوان، بدات تدن لواشون نخطو حكر بزاف في المدرسه، دادي تدسي من المدرسه الناس المعلم قمنا تمسح ديدار نجبر بعدا، تحكر لواشون النار غاسك المدرسه، دات تسيد العيلة تيت الصندوق ديال لوض، إوا نغور لانسين نختكرد ميدا سندي الصندوق، دات ندي بس داوت النار تندي الصندوق لجهة الكودرون، دات تحكر لواشون النار كلشي لجهة لوض لجهة نوان الغيز، دات ندي تسيس داوت النار عرفت ندي الصندوق لجهة الكودرون، حتى تقول للمعلم يا ناس قيم نشيا برا تمسح ديدار نمشي بعدا، اي تخد غير تحس العيس الحقرة بانه انت يعيش من برا، يعيش ندينا يوري لي الكودرون، انا هنا وشكرا. شكرا لك. يعني بالنسبه للناس اللي ما يعني ما كيفهموش الامازيغيه، انا غادي نشرح لكم بالضبط شنو قالت هذه السيده. قالت بان هما كيضطروا انهم ينقلوا يعني الاطفال ديالهم بالظهر ديالهم، وكيتحكروا كما قالت هذه السيده يعني في المدارس، انا كيتطلب من دوك التلاميذ انهم يوقفوا قدام الباب ديال القسم حتى يعني طويو يعني الاحذيه ديالهم من مخلفات ديال الطين. وكما شفنا هنا في المباشر يعني كانت مطالب واضحه ومطالب يعني الاغلبيه راه فهم شنو بغاو الساكنه، تعبيد الطريق بالدرجه الاولى، وكذلك مشكل النظافه بالدرجه الثانيه. وكنتمنوا ان شاء الله ان الرساله ديالهم توصل، وحنا هنايا يعني كما عرفتونا دائما في قلب الحدث متتبعي قناه شوف تيفي باش ننقل لكم يعني الاخبار صوتا وصوره. وكنتمنى لكم ان شاء الله يوم مبروك، وشكرا لكم متتبعي قناه شوف تيفي، الى مباشر اخر ان شاء الله. Let it.